الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع العليم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وفضله وجوده وكرمه أن يجعلني وإياكم من خير عباده الصالحين، إنه جواد كريم. أهلا وسهلا بكم من جديد. اليوم الحديث سيكون من وجهة نظري مهم جدا، وقبل ما نتكلم وندخل في الموضوع، أرقام التواصل الموجودة معكم على الشاشة، ونسعد بمداخلاتكم، نفيد ونستفيد. يا إخوة يا كرام، لا يخفاكم أن هذه البشرية وكل من يعيش على هذه الأرض لهم حقوق ولهم واجبات، وقد تكلمنا يعني وسلطنا الضوء على فئات كثيرة. يعني آخر ما تكلمنا فيه كنا نتكلم عن حقوق الحيوان وأنتم بكرامة، شو له وشو عليه. تكلمنا عن الأطفال وعن الأعمام والعمات والأخوال والزوجة والزوجات والمسلم وغير، ما خلينا شيء، الحمد لله رب العالمين، فضل الله عز وجل وحده. لكن في شريحة في المجتمع، هذه الشريحة كأنك تقول لما انتهى دورها أو انتهت مهمتها أصبحت ما تزن شيء في المجتمع، أو ما حد يعطيها تلك الأهمية الكبيرة. في المقابل تجد أن ديننا الكريم أعطاها من الأهمية الكبيرة، بل جاءت وتضافرت النصوص والأدلة على أن هذه الشريحة في المجتمع لابد أن توقر، ولابد أن تحترم، ولابد ولابد ولابد. وين هذا كله؟ هذا كله نعم موجود في ديننا. أنزل هذه الشريحة منزلة كبيرة ولها شأن ولها قداسة وتقدير. طبعا حتى ما يكون كلامنا سلبي تماما أن لا والله هذه الشريحة ما حد يحترمها، لا لا، الحمد لله رب العالمين. احنا كأمة محمد صلى الله عليه وسلم والدول والثقافات والأمم الأخرى تجد أن هناك شريحة كبيرة جدا تعطي هذه الشريحة في المجتمع القدر المناسب، في المقابل تجد أن هناك ما يعطيها شيء من الاحترام ولا الأهمية ولا حاجة. كانوا يقولون كانت لك مكانة في المجتمع أو كان لك دور ثم انتهى مع السلامة، أنت أصبحت ما تزن شيء. منو هذول يا إخوة؟ كبار السن. كبار السن يعني قد تجد البعض اليوم إنسان كانت له منزلته ومكانته وما يمشي إلا الكل معاه ويتبعه ويقدمه ويسوي، كبر أصبح إنسان شيخ كبير يمشي على عصا، ما صار يعبأ به، ما صار يعني يقدم، وما صار يسمع له ولا حاجة. ولا في الحقيقة هي المدرسة يعني التي لا ساحل لها، مدرسة كبار السن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البركة مع أكابركم، هذول معهم بركة، هذول فيهم خير، هذول معهم ميراث عظيم، هذول عندهم ثروة كم هائل من المعلومات والثقافة والعطاء الذي لا ينتهي. يا إخوة، ديننا دين أعطى كل ذي حق حقه، الصغير له حق، الكبير له حق، المرأة له حق، الخدم لهم، كل أحد له حق. حتى تعلم أن هذا الدين يعني جاء لينشر الطمأنينة والسعادة والراحة لكل أفراد المجتمع الصغير والكبير. الله عز وجل ماذا قال؟ قال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. الله عز وجل خلق الإنسان ضعيف، أول ما بدأ خلقه ضعيف في بطن أمه جنين، إن ولد يلذب ما يقدر يقف على ريوله ولا يعرف يأكل ولا يعرف حاجة، ضعيف. ثم جعل من بعد ضعف قوة، كبر شاب صارت له مكانة، صار يمشي يأكل بروحه، درس تعلم توظف ارتقى في المجتمع، يشار إليه بالبنان، يسمع لقوله، يأمر ينهي، صارت له مكانة. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وين القوة؟ وين الأمر والنهي؟ وين المكانة؟ وين المنزلة؟ وين راح؟ لذلك كان صلى الله عليه وسلم من دعائه، وهذا الدعاء جميل جدا حقيقة، لو أننا نقف عند مدلولاته ونتأمل فيه نستفيد منه الكثير،
كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم. الهرم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله عز وجل من الهرم، الهرم كبر السن. ليش يستعيذ بالله منه؟ ليش؟ لأن الإنسان إخوة أحيانا لما يصل إلى مرحلة كبير في السن يعني تضعف قواه، مشيته، أمره، نهيه، أكله، شربه، تقدر تقول أصبح عبل، عبء على من يعيش معه، يحتاج أحد يأكله، يغسله، يأخذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الهرم. لماذا؟ حتى ما يصل لهذه المرحلة، أني أنا أنتظر فلان وعلان وزوجتي وعيالي، أو أني أحط لي خادم في المنزل عشان بس يقودني يأخذني ويجيبني. هذه المرحلة مرحلة حرجة، ما في أحد يتمنى أن يصل لها. الإنسان بعد ما يعلم من نفسه شو كان، شو كانت مكانته، شو كانت منزلته، اليوم أصبح ما يستطيع يتحرك من فوق هذا الكرسي إلا أن أحد يمسكه من يديه ويحركه من مكانه، أو يأكله أو يلقمه. البعض يصل فيه الحال يحتاج أحد يأخذه إلى دورة المياه وأنتم بكرامة. إذن الإنسان يا إخوة دائما يدعو الله عز وجل أن يمن عليه بالقوة والصحة والعافية إلى أن يلقى الله عز وجل. الكلام في هذا جميل وفيه استطرادات كثيرة، لكن عندنا فاصل، بعد الفاصل نعود ونواصل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة الكرام كان يستعيذ بالله عز وجل من أن أرد إلى أرذل العمر. قال الفقهاء الرد إلى أرذل العمر أن الإنسان يصل لمرحلة الاختلاط والخرف، ويعني يتصرف بأشياء لا يعلم هو شو يسوي. فالوضع محرج إذا وصل الإنسان يعني إلى مرحلة مثل هذه، أرض المخرف وكذي. فليش؟ لأن البعض للأسف ضعفاء النفوس والدين والإنسانية يسخر ويستهزأ بمثل هؤلاء، يستهزأ فيه، يسخر منه، يعتبر أضحوكة إذا شافه في مكان آخر. كان وقف عنده هذا رجل شايب عمره في 80 و90 مخرف، خلاص بسبب كبر العمر وصل لمرحلة الخرف، ما يدرك ما يقول، قد يفعل أفعال مخلة بالآداب وغيره بسبب عمره، وتجد بعض الناس يسخر ويستهزأ فيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا من دعائه، وأن ورد إلى أرذل العمر. أعوذ بالله، نعوذ بالله من ذلك، أن إحنا نوصل لمرحلة مثل هذه. لكن الواجب علينا يا إخوة إحنا كمسلمين إذا رأينا إنسان وصل لهذه المرحلة كيف نتعامل معه؟ نوقره، نحترمه، نعطيه مكانته الحقيقية. النبي صلى الله عليه وسلم وعد الرجل كبير السن الذي يعمل الخير وعده وعد جميل. أبي بكر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أي الناس خير؟ من أفضل الناس يا رسول الله؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. الإنسان أفضل الناس، رسول الله يقول، الذي طال عمره وفي نفس الوقت حسن عمله، عمره طويل الله مده بالعمر وبارك في عمره وحسن عمله. ثم قيل: وأي الناس شر يا رسول الله؟ قال: من طال عمره وساء عمله. معقولة أن في إنسان يسوء عمله وهو يعني كبير في السن؟ هل معقولة هذا الشيء موجود يا إخوة؟ للأسف الشديد المر أن نجد البعض اتصف بهذه الصفة، كبير في السن، شيبة، لكن تصدر منه أفعال ومحرمات والله إني أستحي أتكلم فيها أمامكم يا مشاهدين. رجل كبير في السن 60 و70 سنة، كبير كبير شايب، للأسف تراه يتنقل
في دور الملاهي وبين النساء الفاجرات، نسأل الله العافية والسلامة، ويفعل أفعال ما يفعلها شباب مراهقين. يعني الإنسان يا أخوة يجب شوي أن ينتبه لنفسه، يجب أن يقف مع نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة، وذكر منهم شيخ زاني، شيخ رجل كبير في السن يقع بأفعال مثل هذه المحرمة، من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة. عندما نقول أن الله لا يكلمك، هذه من الألفاظ الدالة على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. وشيخ زاني، للأسف أن البعض ما يتعظ، يكبر في العمر وما يقف على نفسه وقفة محاسبة. إلى متى أنت بطريقة هذه؟ عفوا، أنت من ينظر لك إنسان بهذا العمر؟ تبع الناس ويتبع النساء وتجده، للأسف تجدهم في بعض المراكز وفي بعض الطرقات بالطريقة هذه، يتحارش بالنساء ويتحارش ليش يا أخوة؟ متى الإنسان يقف مع نفسه ويتوب ويرجع صحح مساره مع الله؟ أنت مو بشاب مراهق، ولا أنك شاب يعني صاحب تلك القوة اللي فيك تجعلك أنت تشتط من مكان إلى آخر. أنت رجل على قولتهم، يعني رجل في الدنيا ورجل في القبر، تفعل هذه الأفعال المشينة. متى الإنسان يقف مع نفسه ويراجع حساباته؟ متى؟ وفي المقابل من يعني اللفتات الجميلة اللي نراها عند البعض، الإنسان لما يكون مقصر كبر شوي، تقاعد من عمله، شو الرجل هذا تغير، خلاص دخل بالخمسين، 55 60، العبادة والطاعة والقرب من الله، كل شهرين ثلاث ما شاء الله يروح يعتمر ويحج سنويا، وأعمال الخير والبر، ومن السابقين الأولين الموجودين في المسجد، ومن المبكرين لصلاة الجمعة، الصلاة مع الجماعة، قراءة قرآن، ويبني إلى مسجد، يبدأ يستعد فعلا. إنسان عاقل يعي يدرك الموت يا أخوة الكرام لا مفر منه، إحنا كنا سنموت وكنا سنلقى الله عز وجل. ويوم القيامة اقرأ كتابك هذا، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هذه أوراقك. يمد للإنسان، يمد للإنسان سجل، مد البصر، مد البصر، وين بصرك يوصل؟ تقولها سجل أوراق أعمالك، يقال لك هذه أعمالك، انظر أظلمناك بشيء، في شيء إحنا زيدنا عليك فيه. فلما يشوف ويقرأ سبة، زنية، غيبة، نميمة، أكل أموال الناس بالحرام، ساعة كذا فعلت كذا، في الدقيقة الفلانية شتمت فلان، نظرت إلى، أظلمناك بشيء؟ لا يا رب. زدنا عليك شيء؟ لا يا رب. يعني الإنسان لابد أن يستعد يا إخوة ويملي هذه الأوراق بما فيه خير وبما فيه جميل وبما فيه شفاعة للإنسان يوم القيامة. يوم القيامة تتناثر الأوراق، الأوراق تأتيك، صحف المسلم يمد يديه اليمنى يستقبل كتابه، افرأ، اقرأ، اقرأ، ها أم اقرأوا كتابية، اقرأوا، تفضلوا، يفرحان بأعماله، تفضلوا شوفوا أعمالي، شوفوا. أما صاحب المعاصي والذنوب يخش يديه خلف ظهره، ما يبغي يمسك أوراقه، تأتيه هذه الأوراق من وراء ظهره ويستقبلها، تقع بيده وهو كاره لهذا الشيء، وهو كاره لهذا الشيء، لا مفر، هذه أعمالك، تفضل، هذه أعمالك، هذه أفعالك. فإحنا نزعل، إحنا اليوم في صدد أن نتكلم عن يا أخوة، إحنا ما نبغي نسلط الضوء على الجانب السلبي اللي يقع فيه بعض كبار السن. إحنا اليوم في صدد نذكر شو لهم، شو يجب علينا من الإحسان لهم وإكرامهم وإعطائهم حقهم
وإنزالهم منزلتهم. هذه النصوص أمامي. لكن احنا نقول ان للأسف البعض يكبر في السن، تسمع انه تحارش بخادمة، تحارش بفلانة وعلانة، حقيقة حاجة مؤلمة لما يرن التليفون وتسمع بعض الأمهات وبعض الأبناء يقولك أنا أبونا كذا كذا يفعل. شو هذا؟ مؤلم، هذا شيء محزن، هذا شيء يجعل الإنسان، نسأل الله أن يغفر لنا جميعا وأن يتوب علينا، نسأل الله أن يهدي آبائنا وأمهاتنا ويهدينا جميعا سواء السبيل. لكن الران والطبع على القلب هو الذي يجعل الإنسان يصل لهذه المرحلة، لما يعني تتكالب الذنوب والسيئات وتعظم على الإنسان وتصل لمرحلة أن القلب هذا يصبح أسود، حينها هذا القلب يبعد بعد كلي تماما عن طاعة الله. هذا عشان يرجع من جديد يحتاج جهد، يحتاج تعب ووقت إلى أن يعود من جديد ويبصر الطريق الذي رسمه الله عز وجل لنا جميعا. نسأل الله أن يختم لي ولكم بالصالحات، وأن يتوب علينا جميعا، وأن يجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحترم الكبير ويعرف لهم قدرهم، وكان يحث أمته صلى الله عليه وسلم لذلك. أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، إن من إجلال الله، من توقير وتبجيل الله، إكرام ذي الشيبة المسلم، صاحب شيب، إنسان كبير في العمر، من إجلال الله وتوقير الله أنك تحترم هذا الرجل كبير السن. أما صور احترام الكبير فكثيرة جدا وطويلة ولها صور متعددة، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعرفون الكبار السن قدرهم. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، وهذا الكتاب معروف، ذكره كتبه الإمام ابن كثير الحافظ، وذكر فيه بداية الخلق إلى يومه، شو اللي جالس يصير وشو اللي جالس وشو اللي وقع من أحداث. ذكر قصة طلحة بن عبيد الله، قال: خرج عمر ليلة في سوداء فدخل بيتا، فلما أصبحت ذهبت أنا إلى ذلك البيت فإذا عجوز عمياء مقعدة. خرج عمر رضي الله عنه، انتبه، ها، أنا ما أتكلم عن أي أحد، أتكلم عن صحابي جليل خليفة مبشر. يقول طلحة بن عبيد الله: رأيت عمر يوم من الأيام خرج من بيته، دخل إلى بيت ثم خرج، فلما أصبحت الصباح دخلت إلى هذا البيت وإذ بعجوز، ما ترى، عمية ضريرة مقعدة ما تمشي، فقلت لها: ما بال هذا الرجل يأتيك، هذا الرجل يأتيك، ما قال لها عمر ولا حاجة، ما بال هذا الشخص يأتيك؟ فقالت: إنه يتعاهدني مدة كذا وكذا، يأتيني بين وقت، بين وقت وآخر يتعاهدني هذا الرجل، يأتيني بما يصلحني، يبلي الأمور اللي أحتاجها في معاشي ويومي وأموري وظروفي، ويخرج عني الأذى، يبلي الأمور اللي أنا أحتاجها ويخرج عني الأذى، الأوصاخ وغيره، ينظف لي المكان ويرميه. هذا من؟ هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كان يعرف للمرأة الكبيرة حقها، يعطيها منزلتها ويعطيها مكانتها، وهي ضريرة مسكينة، وهو من بنفسه قام. وانت تجد اليوم الحمد لله رب العالمين دولنا ومجتمعاتنا قامت وبذلت الجهد الكبير في احترام الكبير والمرأة الكبيرة، وهيئت الدور، دار المسنين، دار العجزة، الرعاية المكثفة في خدمتهم ورعايتهم، الشيء الذي يدني له الجبين
لا وما رموهم فقط في دار العجز وذهبوا عنهم، يلا خلاص بهذه الدكتورة موجودة بتطعمكم وبترعاكم وبتداويكم، السلام عليكم مع السلامة. لا، أنا بنفسي مرة قدمت محاضرة وكان الحضور هم من دار العجزة، جابوهم وركبوهم وكذا وجابوهم في باصات وجلسوهم في مكان وأنا جالس حاضر فيهم. إذن هذه الشريحة ما تهمش يا إخوة، هذه الشريحة لها قدرها. مرة أخرى حضرت في مكان في دار العجزة، جابونا أنا وبعض الأخوة المحاضرين، هذا الناس كبار في السن، عطوهم الأمور والمسائل الإيجابية التي ترفع من معنوياتهم وتشد من أزرهم فجلسنا ونتكلم معهم، كبار كلهم في السبعين وانت طالع. فإذن الحمد لله رب العالمين، تجد من ولاة أمرنا شيوخنا الله يحفظهم ويرعاهم، والشيخ محمد بن زايد حفظه الله ورعاه لنا في ذلك أسوة وقدوة. كم رأينا الشيخ محمد يقبل أيديهم ويقبل رؤوسهم، بل ينزل إلى الأرض ويلبس كبار السن الأحذية، هو يلبسهم الأحذية جلالا وتقديرا لهم واحتراما لهم. إذن علينا يا إخوانا نسلك هذا الطريق، نعرف قدر كبير السن، إذا تكلم كبير السن يجب أن يصغى له، وما تقول أنا شو عرف هذا شيبة مخرف، شو شيء معقولة؟ أي والله للأسف الشديد أن البعض يتكلم بالطريقة هذه، عليك منا هذا ما يشدر، هذا شيبة ما يعرف شيء. لا والله، قد يكون هذا الرجل أفهم عني وعنك، ومدرسة مدرسة الأخلاق والفضل والمعرفة والعطاء. وأنا يا أخوة شخصيا أتكلم، أنا أحب أجلس مع هذول، هذول الجلوس معهم مؤنس، هذول الجلوس معهم فيه متعة، متعة مغايرة تماما، متعة شيء جميل. لما تجلس مع كبار السن وتسمع منهم تلك العبار والحكام يعني هذول خاضوا يا أخوة، مروا بمراحل عديدة في الحياة، مروا بمرحلة فقر شديد في البلد، ثم عاشوا وأدركوا التطور والعمران والثقافة والعلم، فأدركوا أجيال ونماذج متغايرة في الحياة، فأخذوا من كل بستان ثمرة. أنت تجي تحصل هذه المعرفة جاهزة، ما تحتقره إذا تكلم وما تتقدم مع عليه. البعض حصل مسكين شيبة جالس في زاوية، واللي هم اللي جالسين اللي يعني يخوضون بالحوار ويخوضون بالعطاء ويخوضون بالقيل والقال، وإذا تكلم هو يتعمد، يعني ما يعطيه شيء من الأهمية أنه يسمع منه ويناقشه لا لا، كأنه يلا خلص خلص بسرعة. لا يا أخوة، لا، هذا يعني يدخل فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ليس منا من لم يحترم كبيرنا، ليس منا من لم يوقر صغيرنا ويحترم كبيرنا، ليس منا. هذه من الألفاظ التي ذكرها الإمام الذهبي في كتاب الكبائر، التي تدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب. ليس منا، لا يكلمه الله، لا ينظر إليه، هذه من الألفاظ التي تدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. ليس منا يعني ليس على طريقتنا وهدينا وسنتنا. من لم يحترم صغيرنا ويوقر كبيرنا، يوقر الكبير في المجالس، في العطاء، في الزيارة، ما إذا تكلم الكبير الكل يصغي ويسمع لكلامه احتراما وإجلالا له. إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. فيصل، يعني بس نحترم المسلم؟ لأن رسول الله قال إن من إجلال الله احترام ذي الشيبة المسلم، يعني الكافر الذي غير على الإسلام ما نحترمه؟ ما نقدره؟ لا والله، نحترمه ونقدره ونعطيه منزلته. يا أخوة، لابد أن نكون سفراء بأخلاقنا، مدرسة بأخلاقنا وعطائنا للأمم الأخرى يتأثرون فينا. ترى إنسان، ترى امرأة كبيرة في السن، يا أخي مش على دينك،
يعني كاشفة شعرها وغير أيا كان فيها رأيت من معالم أنها غير مسلمة، احترمها وقدرها وعطها منزلتها وبش وابتسم في وجوههم وافسح الطريق لهم، تفضلوا أهلا وسهلا، هذا ديننا، ديننا علمنا هذا، هذه ليست مياعة. لابد أن نعيد المفاهيم المغلوطة الموجودة عند البعض اليوم. كافر عدو الله، شو أسوي يعني أرميه في هذا الكوب مثلا؟ لا تحترمه ولا أخوة، هذا ليس ما لا, لا لم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا. أنا قد ما أحب الدين اللي أنت فيه، لكن أنت كإنسان يجب علي أني أحترمك، ويجب علي أني أقدرك، ويجب علي أني أوقرك، ويجب علي أني أعطيك منزلتك اللي تستحقها. إذا رأى منك تلك الفظاظة والأسلوب القاسي، هذا يفكر يدخل دينك؟ إذا شاف منك ذاك التعامل القاسي، ليش بعضي أخي يعني ابتسامته قاسي؟ أي ابتسامة؟ ما في ابتسامة أصلاً عشان تكون قاسية. كيف ابتسامة قاسية؟ ما في ابتسامة قاسية، البعض قاسي في نظراته كذي يطالع الناس، هذا المسلمين ما سلموا منه بالطريقة هذه، فما بالك الغير مسلم. لا يا أخوة، النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه الصحابي الجليل، معه أبي قحافة. أبي قحافة منو هذا؟ منو أبي قحافة؟ أبو بكر الصديق شو اسمه يا أخوة؟ أبو بكر الصديق اسمه عبد الله ابن أبي قحافة، هذا اسمه أبو بكر الصديق، يكنى به الصديق لأنه كان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم بما يخبر رضي الله عنه. جاء بأبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شيخ كبير قد اعتلاه الهرم، شعر أبيض، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليش ما أخبرتنا؟ احنا بنروح لهذا البيت، هذا الرجل كبير في السن، احنا نروح له، ليش تأتي به إلى هنا؟ فقال أبو بكر الصديق لا يا رسول الله، يعني احنا لازم اللي نأتيك، احتراما لمكانة أبو بكر الصديق، لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدره وجلس بين يديه وقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أسلم. والله هذا الحديث يحتاج وقفات، لكن فاصل ونعود إليكم من جديد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الموضوع هذا جميل ودعاني أني أتكلم وأنا واقف، لأن يوم أتكلم وأنا واقف أخذ راحتي أكثر، يعني هي قدرات عند البشر، كل واحد ومزاجه على قولتهم. يا إخوة يا كرام، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وكان مدرسة لنا، وكانت هذه الأفعال ينبغي أن ما تعدي لنا هكذا فقط، لابد أن نقف معها وقفات ونتعلم من أفعاله صلى الله عليه وسلم كيف من جديد نتعامل مع الناس، وكيف نكون يعني دعاة إلى الله عز وجل، دعاة إلى الله عز وجل، ندعو الناس إلى الخير، ندعو الناس إلى الفضيلة، ندعو الناس إلى ديننا من خلال أخلاقنا وتعاملنا، مش من خلال حاجة أخرى. يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل كبير في السن، أبي قحافة، وكان على غير الإسلام، كان يقول لابنه أبو بكر الصديق ليش ما أخبرتنا؟ إحنا يا أخي بنجيه البيت، ليش جبته؟ إحنا نجيه البيت، هذا رجل كبير في السن، وهو من؟ هو من؟ هذا اللي يتكلم من؟ يا أخوة، هذا رسول الله، هذا مو بأي أحد، هذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني هو كان رئيس الدولة، أيوة هو كان رئيس الدولة، كان رئيس الدولة، وكان يتواضع ويخفض جناحه لكبار السن ويقول احنا نأتيكم. واحنا نرى اليوم ونشاهد ولاة أمرنا هم اللي يأتون ويصلون كبار السن ويوقروهم ويحترموهم ويجلسون معهم على الأرض، على الأرض، على التراب، ويسمعون منهم حاجتهم وشو يبغون وماذا يريدون. الله عز وجل ماذا قال له؟ قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يا محمد، الخطاب لمن؟ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كنت فظا غليظ القلب
لانفضوا من حولك، ذهبوا عنك. الكلمة الطيبة تأسر قلوب الناس. هذا أبو قحافة، أبو بكر الصديق أبوه، طيب لما يسمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا التعامل الجم وهذا الأسلوب الراقي وهذه السماحة وهذه الطيبة، طبيعي جدا واحد يقول لي أنت ليش جاي، أنا بجيك لبيتك وهو رئيس دولة ويعني رجل نبي من عند الله عز وجل رسول، يقول ليش جبته، يعاتب ابنه يقول ليش جبته، أنا بجيه البيت أنت ليش جايب لنا هني، رجل كبير حري به أن يسلم. طبيعي جدا أنه يقول لك أنا هذا نبيكم، هذا أخلاقه، أنا بسلم. إذن يا أخوة جميلة والله، والله جميلة هذه السلوكيات والأفعال إذا حققناها في حياتنا وإذا طبقناها مع كل من نعيش معه ويرانا. كم من الناس اليوم تسمعهم يدخلون في دين الإسلام سبب إيش؟ سبب شو؟ الأخلاق. أثقل شيء في الميزان الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الأخلاق رسول الله جاء ليتممها، لأن الأخلاق كانت موجودة أصلا عند بعض أهل الجاهلية، فيهم الأخلاق الكرم والجود والنشاء والنخوة والشجاعة موجودة فيهم. رسول الله جاء ليكملها بالتوحيد، عبادة الله عز وجل والإخلاص له سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحترم كبار السن إذا جاءوه للبيت، جالس مع زوجته عائشة صلى الله عليه وسلم وإذ بامرأة دق الباب، حرمة دق الباب، افتح الباب وإذ بمن؟ امرأة صديقة خديجة رضي الله عنها وأرضها. خديجة ماتت، عايش النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة، كان في بيت عائشة الموقف. جاءت امرأة فهش النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، كيف أنتم، كيف حالكم، كيف هو يعني شأنكم بعدنا، كيف أموركم، كيف أوضاعكم. فلما ذهبت قالت عائشة رضي الله عنها أمنا الغيور، قالت يا رسول الله يعني امرأة عجوز تهش في وجهها كل هذا الترحيب ليش، يعني تغار رضي الله عنها وارضها. فقال صلى الله عليه وسلم كانت تأتينا في زمن خديجة، يعني هذه لازم ما ننسى يعني جميلها، هذه صديقة خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. الإنسان لما يعني يحافظ على العهد اللي بينه بين الناس هذا شيء جميل، هذا يدل على الإيمان الموجود في قلوب الناس. إذن يا إخوة هذه امرأة كبيرة في السن، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا الحين شو تبغي هاي العيوز. تجد اليوم بعض البيوت الرجل ما يتحمل، يعني بعض الأمهات فلانة عيوزها يا يدق الباب العصر، يا بتتقهوى عندهم مثلا العصرانية شيء، هي حرمة كبيرة عيوز أو رجل شايب، الحرمة اللي في البيت صاحبة البيت الثاني يا هذي حين تسوون حشرة وما وسعوص دوركم، تحملوا الناس، احترموا كبار السن قدروهم. رسول الله كان يقف في وجههم كيف أنتم، كيف أصبحتم. احنا اليوم لا نتثاقل وجود هذول، ليش أخي عيشوا معهم، عطوهم شيء من الاحترام، عطوهم شيء من القداسة والمكانة الجميلة تسمعهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما بجذب بس كان يمازحهم، صلى الله عليه وسلم كان يمازحهم ويعرف قدرهم. امرأة عجوز قالت يا رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة عجوز، الجنة ما تدخلها عجوز. فبكت المرأة فقيل لها يعني فقال صلى الله عليه وسلم يعني لا تبكي، المرأة اللي يدخلون الجنة كلهم ما في عجوز تدخل الجنة، اللي يدخلون الجنة كلهم في عمر واحد، لذلك جاء في حديث أظنه عند الترمذي أعمار أهل الجنة 33 سنة في عز الشباب 33 سنة. فرسول الله يقصد يعني العجوز ما تدخل الجنة، مو معناته أنت ما راح تدخلي الجنة، لا يعني في الجنة ما في عجائز، ما في رجل كبير في السن، في شباب كلهم بأعمار شابة وصغيرة. فهدئت المرأة مسكينة، فكان صلى الله عليه وسلم يمازحهم ويضحك معاهم ويلاطفهم ويأخذ يعطي معاهم، ما كان يعاملهم بالطريقة هذه، ما كان يحتقرهم أو شيء، لا اليوم يتكلم بس اشترى هذا شو يعرف يتكلم يا ريال شيء بيخربط. يا أخوة ليش تتعامل مع الناس بالطريقة هذه؟ ترى يا أخوة أنا وأنت وأنت يا ما تسمعني والمشاهدين جميعا، ترى مصيرنا نصل لهذه المرحلة، نحتاج أحد يحترمنا لما بكرة نكبر، نحتاج أحد يعرف قدرنا يحترمنا.
والجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل. الإنسان لما يحترم الناس الله يسخر لك باكر لما تكبر أحد يحترمك ويقدرك. بروا آباءكم تبركم أبناءكم. إحنا علينا أن نبر من يعيش معنا من آباء وأمهات كبار في السن، جيران، عم، جد، خالة، كبار في السن، عجائز كبار، علينا نبرهم، لأن الجزاء من جنس العمل. مثل ما إحنا الحين نعامل هذه الفئة الموجودة عندنا، الله عز وجل سيسخر لنا من يعاملنا مثل ما نعاملهم، مثل ما نحسن لهم يحسنون لنا. بروا آباءكم تبركم أبناءكم. ما أجمله من خبر عظيم. إذن علينا أن نحترم هذول ونعطيهم قدرهم. ليس منا من لم يحترم كبيرنا ويوقر صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. أما هذه يعرف لعالمنا حقه، هذه تحتاج وقفات وتحتاج حلقة خاصة نتكلم فيها عن احترام العالم الجليل. واللي جعلني أتوقف عند هذه اللفظة الموجودة في الحديث ما نراه اليوم للأسف الشديد من بعض من يتصدر الشاشات، ومن بعض من اعتلى برامج التواصل الاجتماعي، عنده متابعين، أصبح يلمز ويطعن ويسخر ويستهزئ ويتنقص علماء الأمة ويزدريهم ويتهمهم بالجهل والتخلف والرجعية والظلامية، وحدث من الألقاب الشنيعة التي سلطوها على علماء الأمة وفطاحلة السنة. عالم أقضى حياته وعمره وجهده في خدمة دين الله عز وجل، يأتيك واحد ما يعرف الفرق بين واجبات الصلاة وأركان الصلاة يسخر ويستهزئ فيه ويسخر من فتاويه. فلان ليش؟ ظلامية. ظلامي كيف يا جماعة؟ عالم جليل، وين احترام العالم؟ وين توقير العالم؟ كم ديننا، كم جاءت الآيات، كم جاءت الأحاديث التي تدعونا لاحترام العالم وتوقيره وإعطاء حقه؟ هل هكذا نتعامل مع علمائنا ومعلمينا ومربينا ومن أرشدونا لفهم هذا الدين بطريقة سليمة؟ هل هكذا؟ والله حاجة مؤلمة جدا لما تجد في بعض برامج التواصل كيف يسخرون من العلماء للأسف الشديد. الله عز وجل زكاهم، الله عز وجل زكاهم ورفع من قدرهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يستوون ما يستوون نفس الدرجة. هذا درجة عظيمة وهذا له درجة تليق به وهذا له مكانة تليق به. علماء الأمة يا إخوة، منو اللي يبين لك اليوم الحلال والحرام، الناسخ والمنسوخ، يفقهك في الدين ويعلمك الأحكام؟ العالم. والعالم لما نقول عالم لا يعني هذا أن نركع ونسجد لهم. نحن لا نقول أن احنا نغالي بالعلماء ونعطيهم أكبر من قدرهم، لا، ولا نقول أن نسفل ونستهزئ بالعلماء، نعطي كل ذي حق حقه. العالم إذا أخطأ يرد قوله بالدليل مو بالمزاج، انتبه. العالم إذا أخطأ يرد قوله بالدليل وبالحجة والبرهان والقول الراجح، وليس بالهوى بالمزاج. فتواك هذه ما عقلي ما تقبلها، ما عجبتني، على كيفك يعني. الدين دين مزاج ودين هوى، وأنا شو يقول عقلي؟ إيه ليه؟ الله قال أفلا يتفكرون، الله قال أفلا يعقلون، الله قال أمرنا أن نحكم عقلنا، هذا أنا هذا ما أقبلها. للأسف الشديد أن هناك يعني جماعات وطوائف وأحزاب ومسميات غريبة وعجيبة أصبح لها شأن، أصبحت لها منابر وتتكلم بطريقة متعبة جدا.
لكن احنا لابد ان نكون منضبطين، لا نغالي ولا نسرف، لا ندعي العصمة للعالم ولا نقول ان هذا العالم معصوم وكلامه لابد ان ما نخالفه قدر انموله. لا، العالم هذا بشر يخطئ ويصيب، بشر يخطئ ويصيب، قوله قد يقبل وقد يرد بالدليل، وكرر واعيد بم الافزاج بالدليل، اذا اخطا العالم بالدليل يرد قوله، لكن ما ننسى مكانته ولا ننسف منزلته، يبقى عالم جليل امام له مكانته وتقديره. يا اخوه العلماء ورثه الانبياء كما جاء في الخبر، وان العلماء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. الانبياء ما ورثوا فلوس، ورثوا العلم، والعلماء ورثت الانبياء، فمن اخذ هذا العلم اخذ بحظ وافر. علينا يا اخوان نحترم علماءنا ونقدر علماءنا وننزلهم منزلتهم الصحيحه. عالم كلا يؤخذ من قوله ويرد، كما قال الامام مالك، الا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن العالم يحترم ويقدر. قال قول يسوغ فيه الخلاف، مسألة فقهية يا جماعة الخير، مسألة فيها أخذ وعطاء. الإمام الشاطبي في الموافقات يقول مراعاة الخلاف من شيم الموفقين. لا تأتيني تتشنج على الشاشة على مسألة يسوغ فيها الخلاف، مسألة فيها خلاف بين أهل العلم والفقهاء اختلفوا فيه هذا المعنى، والخلاف معتبر موجود وله أقوال وإما معتبرين قالوا به، يجب عليك أنك تحترم كلامهم. ما أجي أنا أنسف كيانك ووجودك وأجعلك في الحضيض ولا تزن شيء لأنك قلت بقول يخالف قولي. طيب يا أخي قولي لي فيه سلف وقولك لك فيه سلف، أنا أحترمك وأنت تحترمني، بما أن المسألة فيها خلاف لا ترمي أبشع الألقاب علي، تتهمنا ان احنا ظلاميين، وتتهم بالدعشنة كل من خالف فكرك وارائك وجهودك. انت داعشي وانت ما باقي غير تحمل السلاح علينا. ليش؟ لاني انا خالفته في مسألة يسوغ فيها الخلاف والخلاف فيها معتبر. لابد ان نفهم يا اخوة هذه القواعد وهذه الاصول حتى ندرك تماما كيف نتعامل مع الإنسان المخطئ، مع فتاوى العلماء ومع مكانة العلماء ومع منزلتهم. ما نتعامل معهم بهوى متبع وعلى مزاجنا، وشو إحنا يعني نفسنا تقول إحنا نمشي معها. لا يا إخوة، أنزلوا الناس منازلهم كما جاء في الخبر، عطوا كل ذي حق حقه حتى ننضبط. أنت لما تقول لي هذا لا تسمع له وهذا لا تسمع له وهذا فيه وهذا فيه، وهم علماء أهل سنة معتبرين زكاهم من كان قبلهم وكتبهم والخير والوسطية اللي هم فيها تشهد لهم، أنت تبغين تتبع من؟ طيب الملحدين والمستشرقين أتبع من؟ لا مو بلازم تتبع، أنت بس على مزاجك، شو راسك يقول امشي على مزاجك وراسك وخلاص. وأنا سبق وتكلمت وقلت لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أعلاه وليس من أسفله. يا إخوة الأوصاخ في الخف، مسح الخفين أصل من أصول أهل السنة والجماعة. مسح الخفين من الأعلى ولا من أسفل؟ السنة من الأعلى. سؤال للعقلاء يا من تقولون إحنا نحكم عقلنا، الأوصاخ تحت ولا فوق؟ الأوصاخ تحت يا جماعة الخير مش فوق، لكن ديننا دين اتباع. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لماذا ارتقى وتألق جيل الصحابة؟ لأن التسليم تحقق معهم، التسليم والانقياد لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولأوامره ولنواهيه. لما تحقق عندهم التسليم المطلق ارتقوا إلى المعالي. ولما احنا دخل فينا التشكيك أمام أخبار النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث الصحيحة التي ثبتت عنه
تحت منطلق ومسمى عقلي لم يقبل وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم من هوان وضعف عند البعض للأسف الشديد. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما جاء بعض كفار قريش لأبو بكر الصديق قالوا الحق اسمع صاحبك شو يقول، يدعي أنه أسري به الليلة من بيت الله الحرام إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء وعاد في نفس الليلة. قال أو يقول هذا؟ قالوا نعم. قال والله إن قال فقد صدق. هذا هو التسليم المطلق الذي علينا أن ننقاد له وعلينا أن نكون مثله. لكن تجعل دينك عرضة للهوى وللمزاج ستصل إلى مواصيل لا تحمد عقباها، ستصل إلى مستنقع مظلم. أرجع وأعود وأكرر، إحنا لا ندعي القداسة لأحد ولا ندعي العصمة لأحد، عصمة الأنبياء هذو العلماء. عالم قال قول أفتى بمسألة، إذا القول هذا معتبر احترم رأيه احترم مكانته. القول هذا مرجوح وعندك الدليل الذي يقول بخلافه يا أخي نحترمك، خذ بالقول الآخر على العين والرأس. لكن بشغلة مزاج ما أقبله وما عجبني هني نقول لك يا سمحت قف مكانك، فقد تعديت حدودك ودخلت في مستنقع مظلم لا ساحل له. هذه الكلمة يعلم الله أني ما هيأتها أني أطيل فيها بالطريقة هذه، قلت فقط يعني ألمح يعني هكذا فقط لعلنا نفيق وننتبه من جديد ونعرف منزلة ومكانة العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. نعود لحديثنا وأتوقع لم يتبقى من الوقت إلا 5 دقائق. كان صلى الله عليه وسلم وعلى يا إخوة يا كرام يحسن استقبالهم ويمازحهم وكان يقدمهم حتى في الإمامة، يؤمكم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة إلى النبي، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا. إذن حتى في إمامة المسجد كبير السن له منزلة ومكانة لابد أن تعطى له يوم يتقدم ويصلي بالناس. وكان حتى لما تدخل مجلس كان صلى الله عليه وسلم يقول يسلم الصغير على الكبير، تبدأ بالكبير. أنا دخلت مجلس، المجلس هذا فيه ناس جالسين، الكبير بالوسط، أروح أول شيء أصافح الكبير، أصافح الكبير ثم أبدأ باليمين وأمشي. وهكذا يفتي علماءنا الشيخ بن عثيمين هكذا يقول، هذا من إجلال الكبير. لما أبغي أصب قهوة وأسقي أحد شاي أبدأ بالكبير، أعطي الكبير تفضل، هذا من احترام الكبير، هو أول من يبدأ يشرب. بالسلام أول أسلم بالكبير، أعطاء العطاء أول أعطي الكبير. هذه منزلة الكبير التي دلنا عليها ديننا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحج جاءت امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي رجل كبير لا يثبت على الراحلة، ما يستطيع يجلس على راحلة، كبير شايب، أفحج عنه؟ قال حجي عنه ما في حرج. يعني حتى في العبادات النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم حقهم ومنزلتهم. لما صلى الصحابي الجليل أبو ذر في أحد الصحابة أطال فيهم الصلاة، انصرف أحد المصلين وأتم الصلاة بنفسه ثم ذهبوا إلى النبي قال يا رسول الله فلان يطيل الصلاة فينا. فقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا رسول الله أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت معاذ، إذا صلى أحدكم فليقصر فإن فيهم الكبيرة والسقيمة وذا الحاجة، فيكم رجل كبير لا تضغطوا على الناس. إذن ديننا جاء ليراعي مكانة الكبير وإعطاء حقه. والله الكلام في هذا لا ينتهي وجميل جدا، ويعلم الله أن أمامي نصوص لم أنتهي منها. يا إخوة علينا أن نعيد الحسابات وننظر بشفقة واحترام وإجلال وتبجيل لكل كبير وكبيرة يعيشون معنا مسلم وغير مسلم، هكذا نتألق. أقول ما سمعتم وأستغفر ربي لي ولكم إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وعلى آله وصحبه أجمعين.